وعلى هامش أعمال القمة العربية المنعقدة بالبحرين، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي حرص خلال اللقاء على تأكيد دعم مصر للقيادة الفلسطينية في مواجهة ما تتعرض له من ضغوط، وتقدير مصر لجهود السلطة الفلسطينية لدفع المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤوليته في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كما شدد الرئيس السيسي على رفض مصر قيادة وشعبا للحرب الإسرائيلية في غزة، والتي تتفاقم أثارها بسبب العمليات العسكرية بمدينة رفح، مستعرضا الجهود المصرية المكثفة لحشد موقف دولي جاد وصارم إزاء الإجراءات الإسرائيلية، وكذلك التحركات المصرية لإيقاف الحرب ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع وإنفاذ المساعدات بالكميات الكافية لإنقاذ أهالي القطاع. في هذا الإطار، أكد الرئيس السيسي موقف مصر ثابت نحو ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية من خلال توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية تعد الضامن الرئيسي لاستقرار وأمن المنطقة. من جانبه، ثمن الرئيس الفلسطيني الموقف المصري الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والخطوات الجادة التي تتخذها مصر سعيا لإيقاف نزيف الدم الفلسطيني، مؤكدا حرصه على التشاور والتنسيق المستمر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعادة السلام والأمن بالأراضي الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.